سلام ونعمة الرب يسوع لكم أحبائي متابعي برنامج المجلة السعودية. معكم أخوكم وحيد مقدم برنامج الدليل. أشكر الرب من أجل هذه الفرصة أن أشارك بتقديم رسالة متواضعة جدا إلى من يشاهد هذا البرنامج الرائع عن المجلة السعودية. بداية أحب أن أقول البحث في العقيدة في الدين بصورة خاصة هو أمر مزعج، أمر مقلق، لأن الوصول إلى الحقيقة يتطلب أخذ قرار، وبالتالي هناك الكثير ربما الذي يخاف أن يخطو هذه الخطوة، خطوة البحث الحقيقي عن الإله الحقيقي. فأنا بشجعكم من خلال المجلة السعودية أن لا يتأخر أي فرد يجد في داخله شوق لمعرفة الإله الحقيقي أن يتأخر في بدء هذا البحث، خاصة أن المواد التي تقدم هذه الأيام هي مادة جيدة ومادة يعني خصبة جدا من خلال الانفتاح العالمي، الإنترنت، القنوات الفضائية، فأصبح موضوع البحث ربما أمر يفرض نفسه، وبالتالي فرصة تستحق أنه نعتني بها، خاصة أن هذا الأمر، أمر البحث، هو قضية مرتبطة بحياتنا بعد الموت. فلم يعد الأمر مختص بأنك ستنحاز إلى فكر أو إلى فريق أو إلى جهة، وإنما الأمر يختص بك أنت شخصياً. ماذا لو رحلت اليوم عن هذا العالم؟ حتكون فين موجود؟ هل ستذهب إلى السماء؟ هل إلى الهاوية؟ إلى الجحيم؟ بالتالي أنت تحتاج أن تضمن حياتك الأبدية، حياتك بعد هذا الموت. أروع شيء أنك تبحث، أروع شيء أنك تغتنم فرصة استخدام هذه العطية الرائعة وهي العقل الذي منحه لنا الرب الإله. جزئية ربما لفتت نظري كثيرا في خدمة متواضعة للأحباء المسلمين، وهي قضية الولاء لمحمد أكثر من الولاء لله، محبة رسول الإسلام أكثر من محبة الله، لدرجة أنك في بحثك أو في تدينك ربما تقبل أمور غير أخلاقية تقبلها على رسول الإسلام، بالرغم من أنها أخلاقيا لا تليق، ضميريا لا يمكن أنك أنت تقبلها، ولكن لأنك تحب هذه الشخصية تمرر له الأخطاء الأخلاقية، فبالتالي أنت إذن لا تحب الله، لأن الله لا يرضى بهكذا أفعال أن ينتهجها شخص، فما بالك أن يكون نبي. على هذا الأساس ضع في اعتبارك أولا الله، فمن يتفق مع صلاح الله وقداسته يمكن أن تسمع أو تقرأ وصاياه وتبدأ تفكر هل أتبع هذا الشخص أم لا. أختم هذه الكلمة المتواضعة البسيطة والسريعة بأن أقول لك لا تعتقد أنك أنت من تبحث عن الله، الله يبحث عنك. وربما تقول لا يعرفني، لا يعرف مكاني، طب ما هو لماذا يبحث؟ ويعرفني ويعرف عنواني ويعرف كل شيء. لا، هو يبحث عن يقظتك، يبحث فيك عن النقطة التي تقول أنا أريدك يا رب، أريد أن أبدأ في معرفتك، ما أنا فيه لا يمكن أن يمثلك. هذه هي النقطة، نقطة الالتقاء بين إرادتك وبين إرادة السيد الرب. أشجعك على البحث، أشجعك على عدم الخوف، أشجعك على أن تنظر إلى حياتك الأبدية. الرب يبارك حياتك. شكرا. أحبتي في المسيح، بعد غياب أسبوع كامل أعود إليكم بفقرة جديدة من فقراتكم خلك مع المسيح، وبهذه الحلقة حناقش مع بعض موضوع مهم وهو الصلاة. الصلاة هي حديث النفس تناجي بها الله، تحدث الله وتشكره على كل مراحمه وإحساناته، وتبين لله أنك تحبه وتخضع له وتثق به.
الصلاة مش شيء نستعرض فيه قدام الناس أو تصلي بالشارع أو بالمسجد علشان الناس تشوفك وتقول عنك ما شاء الله هذا الرجال ملتزم يصلي بالمسجد كل فروضه. لا لا يا حبيبي، المسيح يقول ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس، أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك، وحين تصلون لا تكررون الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. متى الإصحاح 6 الآيات من 5 إلى 13. لما تصلي ربنا ما يبيك تكون مثل المرائين اللي يصلون في الشوارع ويروحون المساجد علشان الناس تمدحهم ويقولوا عنهم ملتزم، ولكن صلي بينك وبين ربنا في الخفاء، وهو ربنا عارف وهو بيجازيك علانية. وكمان قال المسيح أنك ما تكرر الكلام بالصلاة، لأن ربنا أصلا عارف احتياجاتك من قبل ما تطلبها. المسيح أعطانا هذه الآيات المباركة نموذج للصلاة الربانية، وهي تتكون من 3 طلبات لتمجيد الله و3 طلبات لنفسك. 3 طلبات لتمجيد الله: لما تقول ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك يعني ربنا يملك على قلبك وأفكارك وحياتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض يعني تخضع لمشيئة الله، وبعدين تطلب 3 طلبات تقول خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. مش بس حاجتنا من الطعام والملبس، ولكن حاجتنا من كلمة الرب، لأن المسيح هو خبز الحياة. يوحنا 6:35: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير. يعني تصلي وتطلب من ربنا أنه يشيل من قدامك أي فخ من فخاخ إبليس اللي تخليك تكسر وصايا الله، وتختم بتمجيد الله والخضوع له. عزيزي المشاهد، أكيد لاحظت أني أنا ما علقت على موضوع المغفرة، وهذا لسبب بسيط، لأن المسيح علق على هذا الأمر الهام، ورأي المسيح هو الكلام الصحيح. المسيح يقول في تعليقه على المغفرة، يقول: فإن أنتم غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبيكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا. متى 6 الآيات من 14 إلى 15: صلاتي لأجلكم أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. راجع هذه الحلقة بعد ما تشاركها وتعمل لها شير علشان يستفيد أصحابك مثل ما أنت عم تستفيد الآن. وبركة المسيح معكم جميعا. آمين. أعزائي الأحباء، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات سعودي مسيحي. كسعوديين عرب ومسلمين كنا نشعر أن الله وهبنا نعمة فوق نعمة، فغير أن الله من علينا بنعمة الإسلام وأننا أفضل أمة أخرجت للناس، فإحنا أيضا سعوديين. يعني عندنا الكعبة قبلة المسلمين، وعندنا المدينة مرقد أشرف الأنبياء والمرسلين، واللي كل مسلم يعشق حتى سماء اسمهم ويكافح عشان يزورهم ولو مرة واحدة في حياته. فكنا نشوفه شرف
ونعمة كبيرة وهبها الله لنا كسعوديين، ومش صعب أبداً نشعر بهذه النعمة إذا صادف والتقين بأحد المسلمين في الخارج ولمسني فيه كمية المحبة والتقدير لشعب بالنسبة له يسكن أقدس أرض. ناهيكم عن أننا عرب، فلغتنا لغة القرآن، والنبي عرب، ولغة أهل الجنة عربية، والصلاة اللي يصليها جميع المسلمين حتى من غير العرب عربية، واللي هي أفضل لغة عند الله، ولذلك يحرص أغلب المسلمين في العالم، وخلوني أحط بين قوسين المساكين، على تعلمها وفهم كلماته ومعانيها. ويزيد على هذا كله، ومثل ما هو معروف طبعا، أن السعودية وبعد اكتشاف البترول أصبحت دولة غنية وشعبها مرتاح ماديا، ويحاول الكثير من أشقائنا العرب والمسلمين للحصول على فرصة للعمل عندنا. إذن فالله ميزنا عن باقي البشر، أولا كنا مسلمين ومن خير أمة أخرجت للناس، وثانيا لوجود مكة والمدينة على أرضنا، وثالثا بسبب لغتنا العربية، ورابعا باقتصادنا القوي، وأخيرا بعراقة نسبنا ووصولنا الموجودة في الجزيرة العربية من آلاف السنين. لكن المشكلة أننا كعرب نهوى التفاخر والشعور بالتميز، متى أعطيت لنا المفاتيح اللي توصلنا لنتيجة أننا أفضل من غيرنا؟ والإسلام للأسف غذى وساعد على نمو فكر يعتبر عنصري في المفهوم البشري، وزرع في وجداننا التكبر والغرور وحب الذات والتفاخر وبناء الحواجز الوهمية والغير حقيقية، واللي يرفضها الضمير الإنساني المعتدل، وما تساعد أبداً في انسجام العالم وسلامه. فالمسلم أفضل من غير المسلم، واللغة العربية أفضل من باقي اللغات، والعز للمسلمين وبس. إذن ففكرة التفضيل والتميز وإننا أحسن من غيرنا موجودة أصلاً فينا ومزروعة في وجداننا كمسلمين، لكن للأسف بعضنا كسعوديين تمدد وانتفخ وبالغ أكثر من اللازم في الفكرة الإسلامية بأننا أفضل من باقي الناس، وطور منها واستنتج في الوعي أو في اللاوعي أننا إذن حتى أفضل من باقي المسلمين بعد بلغتنا وباقتصادنا وبشرف وجود مكة والمدينة عندنا. فصرنا نفتخر أن حتى رسول الإسلام سعودي من عندنا ومثلنا ومنه وفينا، وأصبحنا نطالب بتميزنا عن غيرنا ومعاملتنا معاملة خاصة لمجرد أننا سعوديين. وصرنا نزعل إذا ما قبلنا بحفاوة وتقدير يليق بمكانتنا كسعوديين وتميزنا عن باقي العالم. وإذا سافرنا للخارج فما نتقيد بنظام ولا نحترم قوانين ولا عندنا مراعاة لأي أحد، لأننا سعوديين وعلى رأسنا ريشة، وفي الداخل ننفق الملايين على التفاخر بالشعر وسباق الهجن وجمال التيوس وأنواع الصقور وبالكرم المبالغ فيه بشكل للأسف مخزي ومحزن ومرفوض ومحرج. فمن الطبيعي أن هذا الشعور المنتثخ بالتميز والتفاخر بيرتد علينا شخصيا، وبنتضرر منه حتما ومستحيل نفلت منه. فصرنا عنصريين حتى مع بعضنا البعض، فهذا قبيلي وهذا خضيري وذاك طرش بحر، أو هذا سعودي أصلي وذاك سعودي مش أصلي أو يمكن تجاري. بل ووصل فينا الحال إننا ميزنا بعضنا عن بعض حتى بحسب مناطقنا. فأنا حساوي مثلا وهذاك حجازي وذياك نجدي وعلان لحجي وغيرهم ما أدري بحراني ما أدري شنه. ومع كثرة العمالة الموجودة في السعودية من الدول الإسلامية والعربية، على أن نادر جدا تشوف سعودي عنده صديق عربي أو مسلم من غير السعوديين. وحتى إذا تواضعنا وجلسنا أو أكلنا مع بعض الوافدين فنشوف تواضع منا لازم نحمد عليه. وطبعا الجميع يعرف كيف تعامل العمالة الوافدة عندنا بكل قسوة ولا إنسانية،
فنظرتنا للوافدين وللأسف فيها الكثير من الاحتقار والدنيا. فإذا شفنا واحد من الوافدين اجتهد وتعب ونجح في تكوين تجارة أو ثروة فهذا شيء يزعلنا ونتضايق منه ونحسده عليه ونطالب بمحاسبته وترحيله ونتعامل معه وكأنه حرامي سرقنا وأخذ الفرصة منه وما نجح بسبب تعبه وشقاه. وهذه حقيقة نعرفها كسعوديين ومش المفروض ننكرها أو ندس راسنا في التراب. فشعورنا بالتكبر والتميز الوهمي المزروع فينا دينيا من الإسلام لم يمنح بعضنا تواضع وبساطة قلب، لكن تمييز وتفاخر وحواجز والكثير من الأمراض النفسية والعقد الإنسانية. وهذا بالتأكيد مش ولا أسلوب التعامل اللي يرجوها الله منا. وأنا أعترف وبكل صراحة إني شخصيا كنت مصاب بهذا الداء، لكن قبل ما يغير المسيح قلبي ويشفيني من هذا المرض، فبمجرد تعرفي على السيد المسيح وتعلمي وصاياه بدأت شخصيتي تدريجيا في التغيير. يقول السيد المسيح في إنجيل متى: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. ويذكر الوحي المقدس في رسالة يعقوب: يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فشعور الإنسان أنه أفضل من غيره فيه نوع من الكبرياء والغرور، حتى لو كان هذا شعور داخلي نحاول نخفيه عن الناس، فأكيد بيظهر واضح في تصرفاتنا وعلاقاتنا مع غيرنا غصب عنا حتى لو حاولنا نخفيه، لأنه بيكون واضح ومش ممكن نخفيه عن أنفسنا. فالتواضع الحقيقي يبدأ من أنفسنا أولا. فاحذر من داء الغرور لأنه قادر أن يضرك أكثر من أن ينفعك. واعرف أنك ضعيف مهما بلغت قوتك، فقوتك لا تكمن إلا في محبة الله لك، فقوة الله في الضعف تكمن. يقول الله في كتابه المقدس: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. فلا تنتظر تمجيد من الناس لك، ولا تتوقع أو تطالب بتمييزك عن إخوانك بسبب نعمة وهبها الله لك، فالنعمة تستحق منا شكر الله عليها وعدم التكبر بسببها. فتواضع مع نفسك وأعطي المجد والشكر لله وحده صاحب النعمة ومنحها. يقول الله في سفر أخبار الأيام الثاني: فإذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليه وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطاياهم وأبرئ أرضهم. وأنا شخصيا أذكر كيف تأثرت وكيف أبهرني السيد المسيح وقت ضرب لنا مثال رائع في التواضع حين لبس وزارة وغسل بنفسه أرجل تلاميذه علشان يعلمهم ويعلمنا التواضع والمحبة بعضنا مع بعض. يقول السيد المسيح في إنجيل متى: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. ولما اختلفوا تلاميذ المسيح من هو أعظم بينهم، ناداهم السيد المسيح وقال لهم في إنجيل مرقس: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. وهذا بالضبط اللي يبغاه الله منه، وهذا بالضبط اللي أنا تعلمته من السيد المسيح، أن نتواضع مع أنفسنا ومع الآخرين وننظر للجميع بمحبة الله لهم، ومش بمركزهم المادي أو الاجتماعي أو بقربهم منا أو اتفاقهم معنا أو بدينهم أو بكثرة عباداتهم. أذكر وقت تعرفت على السيد المسيح وشفت كيف يتعامل
مع تلاميذه وشعبه بكل محبة وتواضع واحترام، مع إن رب المجد والقوة والسلطان حاولت أتعلم منه وأعيش مثله. فعلا صرت أتعامل مع الكل بدون تمييز أبدا، فكنت أتواضع مع السعودي وغير السعودي، المتشابهين معاي والمختلفين عني. وبدأت أولا مع نفسي وبيتي، وصليت أن يعطيني الله قلب متواضع، وما زلت إلى اليوم أصلي لنفسي وللجميع أن يمنحنا الله قلب محب ونفس متواضع. وأخيرا أذكر لكم قصة جميلة ذكرها لي أحد خدام المسيح الكبار، لما تعجبت من بساطته ونبل أخلاقه وتواضع الكبير مع الناس، فسألت عن سبب هذا التواضع في نفسه، فذكرني بقصة حمار المسيح اللي حمل المسيح على ظهره ودخل به شوارع أورشليم، والناس فرحانة وتصفق وتفرش له سعف النخل وتغطي الأرض بملابسه عشان يمشي عليها. فسألني هذا الخادم سؤال مهم وقال: يا عماد، هل تتوقع إن كل هذا المجد والفرح والتبجيل كان للحمار أو كان للسيد المسيح؟ فقلت له: أكيد للسيد المسيح. وهنا رد علي وقال: وإحنا كذا بالضبط، قيمتنا تكمن في وجود السيد المسيح في حياتنا، فمهما وصلنا ومهما ملكنا فالمجد له وحده ومش لنا. فلازم نفهم إن كل بركة أو عطية صالحة مصدرها الله وحده، أما إحنا فقيمتنا من قيمة محبة الله لنا. فلازم ننزل على الأرض ونتواضع. عزيزي المشاهد، أحب أقول لك إن حياتي تغيرت كلياً بسبب معرفتي بالسيد المسيح، وإنت بعد ممكن حياتك تتغير وتنول بركة ومحبة وسلام وولادة جديدة لو تعرفت عليه. وختاماً أصلي أن يمنح المسيح الكثير من الخير والبركة والنعم والسلام لشعبي في السعودية وللعالم كله، ويمنحنا جميعاً محبة وتواضع. وشكرا لكم، وأشوفكم على خير، ومع السلامة. أحبتي وأهلي الغاليين على قلب الرب وقلبي، أرحب بكم في فقرة جديدة من روائع الإنجيل. اليوم حنتكلم عن قصة الفريسي والعشار. اسمع هذه الآيات تقول: وقال لقوم واثقين بأنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم إني أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. لكن العشار، وأما العشار فوقف من بعيد لا يشأ أن يرفع عينه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. هذه الآيات المباركة من لوقا 18 الآيات 9 إلى 14. تخيل معي هذه الأيام واحد مطوع وملتزم، وهدول يمثلون الفريسيين عند اليهود أيام زمان، والثاني ما هو بملتزم، يعني مثل معظم الناس هذه الأيام اللي يحلقون لحاهم وما يقصرون ثيابهم. واثنيناتهم راحوا عشان يصلون، اثنيناتهم راحوا عشان يسووا إيش؟ يصلوا ويطلبوا المغفرة من ربنا. المطوع قاعد إيش يقول لربنا؟ قال: أنا أحسن من الناس، أنا أصلي وصوم اثنين وخميس وأعطي الزكاة وأطول لحيتي وأقصر ثوبي، مش مثل باقي الناس
الفاسدين، ولا مثل هذا العشار الخاين اللي ياخذ فلوس الناس علشان يعطيها للرومان. لكن الرجال الثاني اللي هو مش ملتزم وقف من بعيد، هو يشعر بالذنب وقال يا رب ارحمني انا الخاطئ، انا يا رب مش مستحق ان اخش من باب رحمتك، لكن ربنا قبل هذا الخاطئ وبرره. السؤال المهم هو ليش؟ شيء ملفت للنظر مش كده؟ المطوع ربنا رفضه لأنه قارن نفسه بالناس، ولما تقارن نفسك بالناس إيش يصير؟ أكيد حتشوف اللي هم أقل منك وتتكبر عليهم. وكمان جاء يطلب رحمة ربنا بناء على إيش؟ أعماله. يا أخي فإذا أنت أعمالك بتخلصك، ليش جاي تطلب رحمة ربنا؟ خلي أعمالك تنفعك. لكن هذا الخاطئ شعر بعدم استحقاق لرحمة ربنا، فربنا شفق عليه وقال شيء مهم، قال ارحمني يا رب أنا الخاطئ، وما قال ارحمني أنا واحد من الخطاة، لا، يعني هو وحده الخاطئ فقط، ما قارن نفسه بأحد تاني، لكن قارن نفسه بقداسة الله، فشاف نفسه على أساس أنه خاطئ ومحتاج رحمة ربنا. فربنا إيش سوى؟ صح، كلامك صح، ربنا رحمه وبرره. مشكلة المطوع أنه اعتمد على أعماله وما طلب رحمة ربنا، ولكن الثاني اللي مش مطوع قال ارحمني يا رب أنا الخاطئ. ليش؟ لأنه أدرك أنه خاطئ على الضوء إيش؟ قداسة الله، شعر بحاجة ماسة أنه يطلب رحمة ربنا. وربنا إيش قال له؟ قال له ابشر. أحبتي في المسيح، أنت يا محمد ويا عبد الله ويا عبد الخالق ويا عبد الرحمن ويا سعد ويا سعيد، وانت يا آية ويا تهاني ومنى وسلوى وهنادي وندى، تعالوا كلكم اليوم للمسيح واطلبوا مثل ما طلب العشار، وقول معي ارحمني يا رب انا خاطئ، واسمع الرب وهو يقول لك، ولا اسمعي الرب وهو يقول لك أبشر، أبشري، أنت اليوم مبرر وطاهر لأنك طلبت مني. الرب يبارك فيكم جميعا بالمسيح يسوع، آمين.